يمكن النهارده كان اجتماع رائع جدا، كان اول اجتماعات الجمعيه العموميه بعد انتخاب السيد احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، وطبقا يمكن لما وعد به في برنامجه الانتخابي اجراء العديد من التعديلات على اللوائح الخاصه بالاتحاد الافريقي لكره القدم. النهارده يمكن تم مناقشه العديد من التعديلات، ابرزها زياده عدد المنتخبات في بطوله كاس الامم الافريقيه القادمه في الكاميرون، و إنشاء لجنة لتفقد الحالة داخل دولة الكاميرون السمراء لإمكانية استضافة هذه البطولة، وبالتالي زيادة عدد المنتخبات ده كان من الأشياء المهمة جدا. تاني يمكن حاجة كان الخاصة بوجود نائب ثالث لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، دي كانت أبرز التعديلات، وتم الموافقة بالإجماع 53 رئيس جامعة إفريقية من 53 حضروا هذا الاجتماع. واعتقادي الشخصي أن هذه هي البداية لمرحلة جديدة من الاتحاد الأفريقي ومرحلة نجاح في الاتحاد الأفريقي إن شاء الله في الفترة القادمة. هو مش الازدواجية في الاتحاد الأفريقي، يمكن بالعكس النهاردة يمكن عضو الاتحاد الدولي لكرة القدم أصبح له صوت داخل المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكره القدم، وده شيء كويس جدا للمهندس هاني بوريده. اعتقاد المهندس هاني بوريده لا تنطبق عليه الازدواجيه، هو عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكره القدم ورئيس الاتحاد المصري لكره القدم. Assembly was very very well prepared and well conducted. I think the Moroccan FA should be commended, CAF should be commended. And regarding the amendments, we're very excited. You know, what we've seen today is not just the voice of the executive committee, it's the voice of the Congress, because they listen to us. We're very happy about that. You know, this is the way leadership should be. You should ask people, what do you think? What are your suggestions? And that's what has come into the amendment. That's why everybody voted for it. So we're very happy.